مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. غادي نهضروا اليوم على الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي نشرتها جريدة أسترالية بخصوص وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بن علي. كيف ما كنقول لك دائما ان الحياة الشخصية ديال بعض مسؤولي المغاربة ما كتهمنيش، داكشي علاش هاد السيدة هادي الوزيرة هذا المصطلح ولا هذه الصورة اللي خرجت عليها ما كتهمنيش امتى دارتها ولا فين دارتها ولا شكون هذا اللي دارتها معها. اللي كيهمني هو ان هذا الشخص هذا كيروج بانه حاليا جا المغرب وخد واحد الامتيازات اخرى مع سيدة. طبعا الحياة الخاصة للوزيرة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي لا تهم احد، لها الحق فانها تلاقى مع من اللي بغات ودير علاقة مع من تشاء، لان داكشي كيدخل في اطار العلاقات والحياه الخاصه اللي هي محميه بالقانون بطبيعه الحال. لكن ان تترك الوزيره مشاغل الحكوميه خاصه تلك المتعلقه بواحد من اهم الملفات اللي كيراهن عليها المغرب وتسافر الى صديقها بين قوسين كيف قالت الصحيفه الاستراليه الى عاصمة اوروبيه، فالامر اصبح كبيرا. الوزيره وجلست معاه جلسه رسميه بصفتي وزيره، وهذا هو الجانب اللي خصنا نناقشوه، هو ان شنو خدا من الامتيازات اللي خداها السيد هذا اللي ما خداوهاش المغاربه، حيت هنا كيجي داك التضارب في المصالح. المشكله كيف قال اشرف بن المدن ليس في العلاقه الخاصه اللي كانت مفترضه حسب ما نشرت الصحيفه الاستراليه بين الوزيره وهاد رجل اعمال استرالي، ولكن ما يهمنا هو السيد واش دار شي عقود في المغرب، واش استغلت السيدة الوزيرة منصبها لتمرير عقود مع هذا، واش كاين هناك تضارب مصالح. هنا فين كيتطرح السؤال وهنا اللي خاص الإجابة عليه، شنو خدا هاد الوزيرة هادو، شنو هما الاستفادات اللي خدا، اما اش كدير معاه ولا امتى كدير معاه ولا العلاقة الحميمية ولا داكشي، كيبقى حياتها الشخصية ومن حقها دير أي حاجة وماشي من حق أي واحد يتدخل فيها، حيت حياتها الشخصية هادي. أنا اللي غنهضر عليه هو الامتيازات اللي استفد منهم هاد السيد هذا، شنو هما؟ نرجعوا الخبر المنتشر، فقد فجرت صحيفة The Australian مفاجأة من العيار الثقيل حين ادعت أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية السيدة ليلى بن علي على علاقة خاصة بالملياردير الأسترالي أندرو فورست مالك شركة فورت سيكيو إحدى المؤسسات العملاقة عالميا في مجال التعدين والطاقة الخضراء. ونشرت الصحافة ما زعمت على أنها صورة حميمية للوزيرة المغربية رفقة الملياردير الأسترالي في العاصمة الفرنسية باريس، متحدثة عن وجود علاقة عاطفية بينهما كانت هي السبب في انفصال غورست عن زوجته قبل أقل من سنة، غير أن ملامح السيدة الوزيرة لم تكن ظاهرة في الصورة، وهو ما لم يتسنى التأكيد من أن الصورة للوزيرة بن علي أو لا. وعادت الصحيفة الأسترالية إلى المحطات التي التقت فيها بن علي بفورس مبرزة أنهما اجتمعا معا في لقاء رسمي بالرباط شهر فبراير الماضي، ثم التقيا قبل شهر في مؤتمر دافوس بسويسرا، وفي الأسبوع الماضي كانت الوزيرة المغربية بالفعل في باريس في مهمة رسمية تتعلق بالعمل المشترك المغربي الفرنسي في مجال التحول الطاقي. وربطت الصحيفة الأسترالية The Australian العلاقة المفترضة للسيدة الوزيرة بفورست بتحركاته الاقتصادية داخل المملكة، وتحديدا إعلان مشروع مشترك بين شركته وبين المكتب الشريف للفوسفات لوسيبي من أجل توريد المنتجات الخضراء والهيدروجين والأمونيا والأسمدة. وفي شهر أبريل الماضي أعلن المكتب الشريف للفوسفات عن مشروع مشترك يهدف إلى تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمغرب مع مؤسسة فورت سيكيو إنرجي التابعة لمجموعة فورت سيكيو، التي وصفها بلاغ رسمي بأنها رائدة عالميا في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا. فكانت وزارة الانتقال الرسمي والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية قد نشرت في فبراير الماضي صورة للوزيرة بن علي مع فورس في اجتماع قالت إن الهدف منه هو استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والتعدين، والتفكير في سبل تسريع الاستثمارات في المجالات ذات الصلة بالتحول الطاقي والرفع من الاستثمارات
في مجالات البحث والتطوير والتعليم العالي. هذا وفي حال ما ثبتت هذه العلاقة، فمن شأنها أن تطرح العديد من علامات الاستفهام حول الحد الفاصل بين العلاقات الشخصية والأمور المهنية في تحركات الوزيرة بن علي، وما إذا كانت المشاريع والارتباطات المؤسساتية بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفات وبين شركة فورتسيكيو محكومة بأمور أخرى غير المصلحة المتبادلة. وتأتي هذه الفضيحة المفترضة بعد السلسلة من الفضائح التي وقع فيها وزراء من حكومة عزيز أخنوش التي أطلق عليه هذا الأخير اسم حكومة الكفاءات، بما فيها تلك التي تورطت فيها بن علي نفسها على غرار الوفد الضخم المكون من 823 فرد لرافقة إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28. وفي هذا السياق نشر الصحفي المغربي محمد وموسي على حسابه الرسمي في الفيسبوك تغريدة بخصوص هذا الحدث أو هذا الواقعة اللي نشرتها الصحيفة الأسترالية. كتب في هذا التدوين قائلا: الآن فهمنا سر غياب بعض الوزراء عن جلسات البرلمان تحت ستار وجوده أو وجودها في مهمة، ولماذا تبقى الكثير من أسئلة النواب والمستشارين في المؤسسة الشريعية المتعلقة بقضايا وشؤون المغاربة وحياتهم اليومية عالقة دون جواب. من 4 أيام وجد وزير العلاقات مع البرلمان ناطق رسمي باسم الحكومة نفسه في مواجهة موجة من الغضب، لأن السادة النواب لم يستسيغوا غياب الوزراء المعنيون وأن تحال أسئلتهم على السبيتاس. يبدو أن بعض السادة الوزراء مشغولون بحياتهم الخاصة أكثر من مشاغل الناس من باريس إلى العواصم الأوروبية. أينما كان الحب تجد المسؤولين. لا عجب أن تكون الامتيازات والعقود الخاصة والمغامرات العاطفية أسهل من الإجابة على أسئلة البرلمان. من جهة أخرى، وحسب ما نشره موقع زنقة 20 اللي قال على أنه من مصادر حسبية رفيعة كشفت لي على أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي نفت بشكل مطلق لزملائها بحزب الأصالة والمعاصرة صحة الصورة المنشورة على صدر الصحيفة الأسترالية والمنسوبة لها. وقال مصدر قيادي بحزب تراكتور لهذا الموقع أي موقع زنقة 20 أن الوزيرة نفت أن تكون تلك الصورة صحيحة، بينما لا يزال الرأي العام المغربي تحت هول الصدمة ينتظر توضيحا من الوزيرة التي تحمل حقيبة في حكومة جلالة الملك. وقال الموقع أن المصادر دياله شددت على أن الصورة خلقت بلبلة داخل حزب البام المشارك في الحكومة والتحالف الحكومي اليوم الاثنين، بينما تعالت أصوات داخل المعارضة تدعو لضرورة توضيح ما تروجه الصحافة الدولية قبل أن تكبر كرة الثلج، خصوصا على أن عدة صفحات معادية للمغرب جزائرية نشرت هذا الخبر وعنواته بأن فضيحة وزيرة مغربية. لو السيدة الوزيرة في استجواب عابر أحد المواقع الصحفية رفضت التعليق على الخبر يوم الاثنين عندما حاولت هذه المواقع الحصول على تصريح منها، مؤكدة أنها سترد على الأخبار المنشورة لاحقا. جدير بالذكر أنه في الأخير قامت الجريدة بحذف الصورة لاحقا، ولم تقدم دليلا على أن السيدة التي في الصورة هي نفسها الوزيرة بن علي. الصحيفة فقط ربطت الصورة بزيارة الوزيرة لباريس في نفس الفترة التي كان يتواجد فيها رجل الأعمال الأسترالي بالعاصمة الفرنسية. الوزيرة اليوم مطالبة بالرد على هذه الاتهامات وتقديم روايتها الخاصة.